السلام عليكم. راح نتكلم على المبادرة تاع مليار شجرة، ونعطي بعض التجارب تاع بعض البلدان اللي داروا مبادرات تاع التشجير، ونزيد نركز على الأهمية تاع بعض الجوانب تاع العملية تاع التشجير، فيها بعض الجوانب مهمة جدا. لازم ناخذها بعين الاعتبار ونركز عليها، هذه النقاط، بعض النقاط في قضية التشجير، لأنها مهمة للغاية. وهذا الكلام نعاوده بعد حين، لأنه تكلمت على نقاط كثيرة في الفيديو الأخير، اللايف الأخير الأول هذاك، لكن فيديو اللايف كان طويل، ممكن بزاف الناس ما شافوش كل اللايف حتى النهاية، لأن في النهاية بعد النصف ساعة الثانية اللايف دام مدة ساعة، وفي النصف ساعة الثانية تكلمت على بعض النقاط مهمة جدا ولازم نعاود نأكد عليها، ونبقى نأكد ونعاود ونأكد بدون كلل ولا ملل. ما عنديش أنا اللي يعرفني في العمل تاعي، عملت كي كنت نخدم كمهندس، يعرفوني بال لا تيناسيتي، راسي كي يكون العمل ثم العمل. انا نعطي لكم التجربه ديالي في ميدان التشجير. هذه التجربه من بين تجارب كثيره خضتها في حياتي في مجالات مختلفه. حكايتي مع التشجير دامت 6 سنوات، وانا خدمت 6 سنوات. هذه باش نقنعكم، انا كراني نتكلم على بالي واش راني نتكلم واش راني نقول. كما نقولوا حنايا، اعوذ بالله من كلمه انا، اعوذ بالله. لكن كي جا السياق بغيت نتكلمكم على التجربه ديالي في قضيه التشجير. انا نقولكم باللي الناس اللي تعرف واد سمار، وتجوز على واد سمار كي تروح للمطار ولا تسكن في الناحيه هذيك، يعرفوا لا بيشارج، المفرزه تاع واد سمار، يعرفوها كيفاه كانت وكيفاه ولات. وهذيك المفرزه فيها 1.5 مليون متر مكعب من التربة، عملت فيها 6 سنوات. كانت شركة تركية تخدم في تهيئة القضاء على المفرزة تاع واد سمار لا ديشارج، تحويلها إلى فضاء نباتي، إلى حديقة. عملت 6 سنوات في هذاك المشروع، والعامين الاخيرين عملنا تشجير، عاودنا شجرنا كل لا ديشارج هذيك، غرسنا شجيره كل 50 سنتيمتر، غرسنا شجيرات صغيره، ماشي اشجار كبيره، لكن درنا الغطاء النباتي هذا، ودرنا حدائق من فوق. فيه مشروع كبير نتاع تشجير، يعني تاع اعتذر على الصوت اللي راه يجي من خارج البيت من النافذه، اعتذر على الاصوات هذه لانه ما عنديش استديو يعني خاص
بعيد عن البيت جاي على الطريق، طريق فيه حركة مرورية كبيرة. إذن أعتذر على الأصوات اللي قد تصدر من خارج من النافذة من خارج البيت. إذن في المستقبل نتكلم لكم على المشروع هذا بتاع تحويل المفرزة العمومية تاع لاديشاش تاع واد سمار إلى حديقة، وهذاك المشروع عملت فيه لمدة 6 سنوات. وضعنا 1.2 مليون متر مكعب من الأتربة باش غطينا هذيك لاديشارج. كان جات تنطق هذيك لاديشارج، كان جات تنطق، أول كلمة تنطقها تنطق باسمي. معليش نرجعوا للمشكل، الموضوع نتاع التشجير. احنا الجزائر والعالم بأسره يعيش تحولات مناخية كبيرة جدا، والجزائر تقع في المنطقة الحمراء للأسف. يعني الأضرار الكبيرة نتاع التغيرات المناخية، الجزائر من البلدان التي حسب الخبراء سوف تتضرر جراء التغيرات المناخية إذا ما عملنا والو. إذا لازم نحمي بلادنا، وهذه الحماية تاع الوطن بأتم معنى الكلمة، حماية فيزيولوجية، حماية طبيعية. هذه هي أفضل حماية ممكن نعطوها للقارة نتاعنا، هي مليار شجرة وبعدين يجي مليار آخر وبعدين يجي مليار آخر، لأن المساحة كبيرة وتحتاج إلى أكثر من مليار شجرة، تحتاج إلى أكثر، لأن الخطر البيولوجي، الخطر المناخي الذي يحدق بالجزائر هو كل مرض، المرض اللي يجي غير بالعقل، ما تحسش به، هو هذاك المرض يأتي غير بالعقل. من بعد إلى خليناه ما عالجناش هذاك المرض، يجي الوقت وين تكون الأمور صعبة ويصعب العلاج نتاعو. وكأي مرض عندنا مرحلة وقائية ومرحلة معالجة المرض. احنا الجزائر هذه التغيرات المناخية تضر البلدان شمال إفريقيا وبلدان الساحل، تضرهم بطريقة من تحت للتحت ببطء. ما نشوفوش احنا التغيرات المناخية، يعني الآثار تاع التغيرات المناخية ما نشوفوهمش بطريقة مباشرة على الطبيعة وعلى التغيير الحرارة وعلى تسلسل الفصول، ما نشوفوهمش. كل مرض مرضي بيرنيسيوس كما يقولون، مرض ساكت صامت، ما تفيقش، لي سيمبتوم ما يبانوش، لي سيمبتوم تاع المرضي ما يظهروش، كما مرض السكري، مرض تاع السكري سي مرضي بيرنيسيوس، تمشي من تحت لتحت، ما عندهاش، ما يبانوش، يعني لي سيمبتوم ما يبانوش. هذا المرض نتاع الطبيعة ناتج على يد الإنسان منذ بدء الثورة الصناعية واستعمال المحرك واستعمال الطاقة
نتاع البترول البتروليه هي اللي ادت الى خلل في المناخ، وخاصه الثوره الصناعيه بدات كانت قليل، بعد في فرنسا قليل، ومن بعد في اوروبا يعني كلها، وخاصه وين الارض اخذت ضربه مناخيه، يعني اعطوها بنيه مناخيه منذ الثوره الصناعيه في الصين، الاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي هما زوج اقتصادات ناشئه وراهي في ركب الحضاره، في ركب الصناعه. هذا الزوج اقتصادات الهند والصين والبرازيل اقل، هما الاقتصادات الاكثر ضررا بالطبيعه. وبعد الاضرار تاع الطبيعيه كما ظاهره الاحتباس الحراري، بعض الظواهر اصبحت ايريفيرسيبل، غير ممكن علاجها. واش نقدر ندير؟ نقدر نقص من النمو تاعها، نقص من النمو نتاع هذيك المشاكل، لكن لا نستطيع محاربة هذه الاختلالات المناخية هذه. أول من نبه على قضية الاختلالات المناخية هو الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران، أول من نادى إلى قمة عالمية لرؤساء الدول والحكومات للاجتماع من أجل الأرض، كان يسميوه لو سومي دو لا تير، لو سومي دو لا تير، لحماية الأرض. وهذه كانت في 81 أو 82، يعني في الثمانينات. دار قمة أممية في فرنسا في باريس، سومي دو لا تير، يتكلم على نادى الدول باش ينقصوا ملي غاز اي في دو سير، الانبعاثات الغازية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ناداهم باش ينقصوا من الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون في المصانع في كل المناطق الصناعيه، لكن لا حياه لمن دون هذه. امريكا كانت كل خطره ضد ان دول العالم تاخذ قرارات باش تنقص من الاحتباس الحراري. هو نادى باش ينقصوا 5% على 20 سنه، باش ينقصوا 5% من الانبعاثات الحراريه، هذا فرانسوا ميتيران. ثم جاء قمه ريو دي جانيرو حول الارض، وكان الهدف من قمة ريو دي جانيرو بعد 4 سنوات كان كيف أظن اللي يسموها لو بومون دو لا تير، الرئة نتاع الكرة الأرضية، هي الغابات نتاع الأمازون. وداروا قمة في
ريو حول الأرض، لكن دائما دول لم تتفق على إجراءات انتقاص من الانبعاث. ثم بوش الأب كان دائما كانوا دائما يناقضوا يعني كل دول العالم، أمريكا كلهم دائما ضدهم، كانوا ضد الفكرة تاع انتقاص تاع الانتقاص من الانبعاثات الحرارية، دائما أمريكا كانت ضد. إلى أن جاء قمة كيوتو باليابان، اتخذوا إجراءات للانتقاص، وكانت فيها برنامج تاع كل دول العالم شاركوا في الاجتماع واتفقوا على برنامج لإنقاص الانبعاثات الغازية. ثم جاءت قمة ستوكهولم بالسويد، آخر قمة حول لحماية الأرض، pour sauver la terre، نقولي sauver la terre من ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنه عنده عواقب وخيمة على المحيطات وارتفاع المياه وذوبان الثلوج وارتفاع منسوب المياه على البحر. وفي قمة ستوكهولم بالسويد قرروا أن يستعملوا إنتاكس دو كربون، سكون أبيل لاتاكس دو كربون، نشجعوا الدول التي لا تصدر غازات كبيرة على الكربون، نشجعوها واللي تلوث أكثر نديروا لها لاتاكس، نخلصوها، خلص يعني ما يمنعوهاش باش ديجاجي لو سي او دو، ديجاجي على روحها لكن تخلص حسب الكمية التي تخلص دي تاكس، دي تاكس دو بوليسيون. وحنا كدولة في الجزائر كدولة كانت تعد غير ملوثة، غير ملوثة يعني بارابور، يعني بارابور يعني مقارنة بدول أوروبية، مقارنة بدول جنوب أوروبية. فإذن كانت عندها دي تاكس دو كربون، عندها دراهم يخلصوها على جال باسكو ما تلوتش. ومن هذا المنطلق جاء مشروع نتاع ديشارج تاع واد سمار بتمويل أوروبي، مش كله لكن فيه تمويل من الاتحاد الأوروبي، هو اللي مول مشروع نتاع مشروع بيئي لحماية الطبيعة. وحنا نرجع الآن، نرجع للمشكل نتاعنا، نرجع للمبادرة نتاع التشجير. التشجير أصبح ضروري، وهي شوف كلمة نعطيكم كلمة مهمة جدا، لا نحاضر المسؤولين باش نقوم بالمبادرة تاع التشجير. في كثير من الحالات نقدر نشجر بأنفسنا، مبادرات. نعطيكم أمثلة بسيطة تكلمتها من قبل، الشباب الآن الشباب راه موجود في الفترة هذه نتاع الكورونا، الشغل ما راهش كاين، الخدمة راهي عزيزة دركا، الشغل ما راهش كاين بزاف، كاين بزاف الناس راهم في حالة بطالة بسبب تداعيات الكورونا. هذا الشباب هذا اللي بها يقعد يدوم في الأحياء
قاعدين ما دايرين والو، يحكوا يقصروا، ممكن يقصروا يشبعوا روحهم زعاف، يتحدوا ويديروا مبادرات، زوج ثلاثة عباد أربع عباد في حي، ما ينتظروش أي مؤسسة تجي تدخلهم، يديروا دي جروب بيناتهم، ويروحوا يجيبوا يتفاهموا مع أصحاب اللي عندهم الهربيلة، يروحوا يجيبوا أشجار من منطقة غابية، أشجار يلقموها ويديروا أشجار في الحي نتاعهم، يديروا ان جارديناج ونيفو دي سيتي. عندنا كثير من الأحياء في كل مكان، أحياء يديروا يغرسوا أشجار في الحي تاعهم، هذه ما تطلبش أشياء كثيرة، لأن المبادرة هذه العمل نتاعها لازم يكون أفقي بيناتهم يتفاهموا، يديروا ان بتيت كما نقولوا حنا بيبينيير، منطقه يجمعوا فيها الاشجار، ثم يديروا فيها طرافاي دو جارديناج في الاحياء، كيكملوا الحي تاعهم يروحوا لحي واحد اخر. هذا عمل ايجابي وكثير كثير مهم، يلقوا حسنه ربي، ليغرس الشجره يربح حسنه كبيره من عند الله.